السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ في الاونة الاخيرة من 10 سنين او من في اخر 10 سنين كده او 15 سنة، ظهر كده شوية حاجات في الشركات بتقول ايه؟ job description، job title، بيتكلموا كده ويعوجوا لسانهم كده في الانجليش، I wanna get promoted، بروموشن، SLA، شويه كلام كده وشويه مصطلحات في الجوب بنسمعها كتير قوي. النهارده هنتكلم عن قصه عنتره بن شداد. عنتره بن شداد، معلش يا جماعه انا هتكلم، هقول شويه كلام انجليش كده واحاول اترجمه في النص. يعني عنتره بن شداد كان الجوب تايتل بتاعه في القبيله بتاعته كان اسمه عبد. الجوب تايتل ده كان المسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي ده اللي هو ايه؟ زي حضرتك مثلا اتفرجي عليا ولا حاجه، انت مثلا قاعده في البيت وعندك اولاد، فانت كده وما بتشتغليش، فانت اسمك كده ربه منزل. جوز حضرتك مثلا لو بينزل بيروح الشغل يبقى كده اسمه موظف، ونجار وهكذا. فكان عنتره بن شداد كان الجوب تايتل بتاعه كان عبد في القبيله. فكان من الجوب ديسكريبشن بتاعه او الجوب ريسبونسابيلتيز اللي هي مهام الوظيفه بتاعته، ان هو بيرعى الاغنام، ان هو يرعى الاغنام، ان هو بيب بيب وياخد الاغنام كده وياكلهم ويشربهم، واللي هو ايه واللي هو يعني ايه يمشيهم في الصحراء وهكذا. دي كانت وظيفته، يحلب المعيز والكلام ده، دي كانت وظيفته. فعنتره بن شداد كان بياخد جوب ريسبونسابيلتيز بتاعته اعلى يعني من شغلانه العبد. كان على طول يحارب اعداء القبيله، قبيله بني عبس، قبيله بني عبس، كان بيحارب اعداء القبيله، وكان على طول بيتخانق مع يعني بي 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 يعني بيوقف الاعداء على الحدود وهكذا. فكان هو عايز ياخد الجوب تايتل بتاع الفارس. الفارس ده اللي هو ايه؟ ان هو يبقى يعني يجوت بروموتد، اللي هو ايه؟ يترقى عشان يبقى فارس. فالاداره كانوا كل شويه يدوله، الاداره دي اللي هي القبيله، قبيله بني عبس، كانوا كل شويه يديله ايه؟ يدوله شويه بنفيتس العبد. البنفيتس العبد اللي هي ايه؟ فوائد العبد، اللي هي الامتيازات بتاعه العبد، ان انت كده كده عبد لكن بتقوم بمهام الفارس. فعنتره ابتدى يتضايق. فجت اللحظه ان كان في ناس اللي هم من الهليبه، زي في شمس الزناتي، زي الهليبه كده اللي هو كان يعني كان ايام شمس الزناتي. المهم جم اللي هم ايه، زي قطاع الطرق اللي هم كانوا عايزين يهجموا على القبيله. فالمهم قائد القبيله او اللي هو الاداره بتاعه القبيله قالوا لعنتره، احنا عايزينك تحارب الناس دي، وهنديك يعني اول ما تحاربهم وان شاء الله تكسب، يعني ان شاء الله تهزمهم خالص، هنديك البروموشن، اللي هي البروموشن اللي هي بتاعه ان انت ايه تترقى تبقى فارس. فعنتره قال لا، انا كمان عايز حاجه تانية. قالوا له ايه؟ قال لهم انا كمان عايز اتجوز عبله. فوافقوا اندر بريشر، اللي هي ورك اندر بريشر او اندر سيركمستانسز، اللي هو ايه دي كده حلوه سيركمستانسز دي، اللي هي اللي هو وافق تحت ضغط. المهم عنتره بعد ما خلاص خد منهم الوعود ان انا خلاص هبقى فارس بعد ما مكسب القبيله دي اللي هم عطاء الطرق دول، وكمان هكسب ايه؟ اللي انا هتجوز عبد. تمام. راح عنتر وهزم الناس بقطاع الطرق وقفل الحدود عليهم، والدنيا بقت جميله. ولو تراجعوا الفيلم بتاع فريد شوقي ده جامد قوي، انا لسه بتفرج عليه من شويه، جامد قوي. المهم بعد ما خلاص بقى اللي هو ايه، وقف الناس على الحدود والدنيا بقت تمام. المهم رجع للقبيله قال لهم ايه؟ يا جماعه انا عايز بقى ايه؟ اخد بقى تايتل الفارس ده، الجوب تايتل بتاعت الفارس. ما انتوا خلاص انتوا بروميسد مي. قالوا لهم اللي هم قالوا له احنا هنديك تاسك تانية، هنديك مهمة تانية، ولو عملتها هتاخد عبل، هتتجوز عبل. قال لهم ايه؟ قالوا له انت عايزين 1000 ناجة حمراء. لو تفتكروا الفيلم كويس هتقول لك ايه؟ محتاجين 1000 ناجة حمراء. الناجة الحمراء دي ما بتتقالش، دي ما بتتجابش غير من بلد معينة، لازم عشان تعديها اللي انت تعدي بصعوبات وتطلع تعدي الرمال المتحركة. وعمر لو تفتكروا، قصدي عمر مين؟ لو تفتكروا عنترم كان هو بيعدي الرمال المتحركه، وقع في الحفره وشابوه كان بيدور عليه، حتى كمان لقى الخوذه بتاعته. انا بفكر لكم بالفيلم اللي لسه كنت بتفرج عليه، فيلم جامد قوي على فكره. المهم وقد ايه احنا كنا جامدين قوي احنا بنتفرج عليه، سوزك قوي للدرجه ان احنا كنا نلاقي ناس الدم بتاعها بيطير وكنا فاكرين ده دم حقيقي وهكذا. المهم فعدى البحر الرمال الاعظم واللي هي الرمال المتحركه، ووصل للكبير بتاعهم اللي هو قائد القبيله هناك، وقال لهم انا محتاج 1000 ناجة حمراء. وفعلا جاب الناجه الحمر ورجعوه، وفي الاخر برضه ما وافقوش بيه، وبرضه قالوا له انت عبد.
تفتكر لو كان عنترة بن شداد ده ما كانش عمل ده كله، يعني ما كانش مثلا اللي هو قام بريسبونسابيلتيز الفارس اللي هي مهام الفارس، وكان التزم بالجوب تايتل بتاعه اللي هو المسمى الوظيفي بتاعته ان هو عبد، وقعد يرعى الاغنام ويحلب المعيز واللي هو يمشي بيهم بيب بيب في الصحراء، تفتكر لو ما كانش عمل ده كله عارف كانوا يعملوا ايه؟ كانوا هيجيبوا بقى اكسبندبلز اللي هم المرتزقه، لو اتفرجوا على الفيلم ده جامد قوي برضه، هيجيب بقى مرتزقه ويدفعهم فلوس كتير عشان يحموهم من الاغراب ويدوهم بنفيتس جديده، زائد كمان ان هم ممكن يجوزوهم عبله فوق يعني كمان فوق البيعه، فكانت الدنيا كانت تبقى جميله قوي. لكن للاسف ان في عبد قعد يوعدوه ويدوله بنفيتس ويدوله بروميسز ان انت هتترقى هتترقى هتترقى، وفي الاخر ما ترقاش. ليه؟ علشان هما شايفينه عبد وشايفينه ان هو هيجي بالسك على دماغه. لكن الغريب اللي جاي لهم حتى لو هو كان عبد في مكان تاني او قبيله تانية، فهو يبقى جاي لهم فارس، فهيضطروا ان هما يحطوا جزمه ببقهم ويقولوا حاضر يا سياده الفارس واقعد واللي انت عايزه هنعمله لك. فالدروس المستفادة حضرتك من الموضوع ده كله انك لو انت عبد في شركة معينة وقالوا لك احنا انت خد التاسك دي او خد المهمة دي او خد الشغلانة دي واعملها لنا وان شاء الله هنديك بونص اللي هي يعني ايه حاجة كده اضافية، فلوس كده اضافية، وما عملوهاش ما تكملش فيها. تنبيه يا جماعة، حاول، انا مش بدفعك انك تسيب الشغل، بس انا بفهمك ان لو انت عبد في مكان انا نزلت كده تحت كده المفروض كده بس انا كده دماغي لا كده حاول لو انت عبد في شركة معينة او قيس عن العبد دي في حاجة تانية خالص، علاقات شخصية، علاقات عاطفية، علاقات مثلا زوجية او حاجة زي كده، حاول لو انت عبد في شركة، انا هتكلم على الشركة بس، انت حاول تاخد الكونسبت ده او المفهوم ده في كذا حاجة تانية في مجال الحياة، ما تفتكرش ان دي عن الشركات بس، لا دي في كذا حاجة تانية. حاول لو انت عبد في مكان معين والمكان ده قالوا لك انت هتاخد التاسك دي معينة او هتاخد الشغلانة دي وهنديك بونص وما تدوكش بونص وفي الاخر بيدوك على قفاك، فحاول انك اعمل حسابك ان انت دي البداية اللي هم ايه يعني خلاص احنا انا كده كده همشي خلاص. حاول تلتزم بالجوب ريسبونسابيلتيز بتاعتك او الجوب ديسكريبشن بتاعتك اللي هو المهام الوظيفيه، يعني المفروض انا مهندس او انا مثلا محاسب المفروض التزم بشغلي اللي هو الحسابات، ما ينفعش امسك شغل الحسابات وامسك شغل الهندسه، لا التزم بشغل الحسابات بس. لو جم ادوك اي جوب ريسبونسابيلتي اي تاسك جديده حاول انك تطلع بسنه لطافه. انت هتقول لي اللي انا عايز اترقى، بس اتعلم من اخطاء غيرك، شوف كده اللي حواليك، هل اللي حواليك دولت لما خدوا التاسكات الجديدة دي هل فعلا اترقوا؟ هل زادوا فلوس؟ هل حصل لهم اي حاجة ولا لا؟ حاول تلتزم بشغلك، حاول ما تبقاش لو انت بقيت عبد في مكان تاني، حاول يعني ايه تحاول تعدل من دماغهم، لو ما نفعش خلاص تبقى دي البداية انك دي النكست ستيب اللي انت تعيش في مكان تاني، ان انت تروح مكان كنت انت عبد هنا فيه تروح في شركة تانية او تروح في مكان تاني او علاقة تانية ان انت تبقى فارس فيها. لو في شركه وعدتك ان انت هتاخد تاسك وتدوك بونص وما تدكش بونص، ما اعتقدش انك ممكن تكمل كتير، او انت لو استحملتك يبقى انت كده ضغط على كرامتك، فمن الافضل انك ايه ما تطولش في الليله دي كتير. كان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى 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 لو عجبك الفيديو تضغط لايك، لو ما عجبكش خلاص براحتك، او تعمل اشتراك، يعني مش لازم تضغط لايك بس اعمل اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.